مساء الخير على كل مشاهدينا، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج ساعه مع جهاد. احنا طبعا على اعتاب سنه جديده، كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه ومتابعين برنامج ساعه مع جهاد بخير وسعاده يا رب، كل سنه وقلوبنا بالحب في الله انقى، كل سنه وصفحات ايامنا بحب الخير ترقى، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكون سنه سعيده وجديده علينا يا رب باذن الله، ويا رب يزيل عنا الوباء باذن الله. طبعا احنا دي اخر حلقه في الموسم الاول للبرنامج، وبدايه ان شاء الله من يوم الاثنين اللي جاي هتبقى الحلقه الجديده في الموسم الجديد، ويا رب نكون قدرنا نول على اعجاب حضراتكم في الموسم الاول، ونكون قدرنا نقدم محتوى هادف ومفيد ينول على اعجاب حضراتكم. طبعا في السيزون الاول انا فخوره جدا بكل حلقه انا قدمتها، وفخوره جدا بكل ضيف طلع معايا هنا، وبوجه له رساله من عندي من مكاني، وبقول له كل سنه وحضرته طيب، كل سنه وكل ضيوفي وضيوف حلقات برنامج ساعه مع جهاد بخير وطيبين يا رب. قبل ما ادخل في محتوى البرنامج انا حابه بس ان انا اقدم نصيحه على بدايه السنه الجديده. عايزين نجدد نيتنا، نجدد علاقتنا مع ربنا. عايزين نبدا السنه الجديده واحنا مجددين علاقتنا مع ربنا، نجدد علاقتنا مع نفسنا، نقف وقفة صح مع نفسنا، نشوف ايه اللي حققناه السنة اللي فاتت، وايه الاخطاء اللي احنا عملناها، وايه الحاجات الكويسة اللي احنا عملناها، نشوف السلبيات ايه والايجابيات ايه، ونحاول نتفادى السلبيات دي في السنة الجديدة. اهم حاجة في ده كله ان احنا ندخل على سنة جديدة باذن الله كلها سعادة وحب ورضا مع ربنا سبحانه وتعالى. نروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وهنبدأ أولى فقراتنا إن شاء الله بإذن الله في البرنامج. طبعا الأنيميا دي مشكلة الشعب كله، يعني مش حد معين، وللأسف إن هي مش نوع واحد بس معين، لأ لها كذا نوع. واحنا طبعا دلوقتي بنتساءل خاصة في موضوع كورونا ده، فاحنا عايزين نعرف أسئلة كتير خاصة بالكورونا والأنيميا، وأسئلة كتير بتدور في كل اللي عنده أنيميا. عشان كده النهاردة حلقتنا بما إن هي آخر حلقة في الموسم، فاحنا اخترنا ان هي تكون ختامه مسك مع شخصيه محترمه جدا، دكتور استاذ في مجاله من ارض الطيبه، ارض الخير، ارض الصعيد. برحب معاكم بالدكتور ابراهيم رشدي غلاب، استشاري الامراض البطنه والاخصائي الامراض البطنه والسكر وطب المسنين. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه. بشكر حضرتك على الاستضافه، وبشكر اداره القناه، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لكل المشاهدين، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يوفقني وتكون الحلقه مثمره ومفيده وكل الناس تستفيد منها ان شاء الله. انا شرفت بوجودك معايا النهارده يا دكتور، وسنه سعيده عليك يا رب كده ان شاء الله. علينا وعليك ان شاء الله. طبعا يا دكتور عايزه حضرتك النهارده تكلمني على الانيميا. ايه هي الاول الانيميا؟ عايزين نعرف المشاهدين ايه الانيميا دي. الانيميا صراحه الانيميا كمرض هي جزء كبير من امراض الدم، اللي هو بالتالي جزء من الأمراض البطنة. الأنيميا مظلومة جدا، لأن كل الناس اختزلت الأنيميا في أن هي أنيميا نقص الحديد، وتاخد أقراص حديد أو فيتامينات أو مقويات وخلاص كده، لكن الموضوع أكبر من كده خالص. الأنيميا كمصطلح، ده مصطلح لاتيني، لو أنا هترجمه هتكون هي فقر الدم. الأنيميا أو فقر الدم عبارة عن نقص في ثلاث حاجات: كريات الدم الحمراء، ونسبة الهيموجلوبين، وحجم الخلايا المكثف. النقص ده عن كام؟ الفزورة هنا. نقص في عدد كريات الدم الحمراء أو نسبة الهيموجلوبين أو حجم الخلايا المكثف عما أنت تتوقع، مش عن رقم محدد. كل الناس في دماغها أنه نسبة الهيموجلوبين 12، لو قلت عن كده تبقى أنيميا، والمعلومة دي مش صح، هنصححها واحنا بنتكلم. طبعا. حجم الخلايا المكثف يعني انا لو جبت 100 سم دم وسبتهم في كوبايه او في مخبار ساعه او ساعتين، بتفصل البلازما بتبقى فوق، ودي بتمثل 55%، وحجم الخلايا بتبقى تحت، ودي بتمثل 45%. عما انت تتوقع، التوقع ده بناء على ايه؟ التوقع ده بيعتمد على النوع اللي هو ذكر ولا انثى، بيعتمد على الحالة
بتاعت المريض. المريض بيعتمد على السن. بداية الإناث بتقل عن الذكور في نسبة الهيموجلوبين من 1 لـ 1.5 في كل الأعمار. الموضوع مش مرتبط نهائيا بالدورة الشهرية. يعني في ناس كتير في دماغها أنه لا هي بتقل علشان الدورة الشهرية، لا في كل الأعمار حتى في الأطفال. تمام. أنا ممكن تجيني حالة نسبة الهيموجلوبين بتاعها 9 وأقول له أنت طبيعي كويس مش محتاج أي علاج. ممكن تجيني حالة نسبة الهيموجلوبين بتاعتها 10 وأقول لها لا أنت طبيعية مش محتاجة أي علاج. وممكن يجيني شخص تاني نسبة الهيموجلوبين بتاعته 11 وأقول له لا أنت أنيميا ومحتاج علاج. الفزورة دي بقى هنحلها ازاي؟ الطفل لما بيتولد بتكون نسبة الهيموجلوبين بتاعته 18 وبتبدأ تقل مع السنين، توصل في سن 10 سنين أو 9 سنين إلى 9. يعني الطفل لما بيبقى 9 سنين أو 10 سنين نسبة الهيموجلوبين الطبيعية بتاعته 9 أو 10. يعني لو جاني 10 أنا هقول له أنت طبيعي، لو جاني 9 هقول له أنت طبيعي. السيدات الحوامل نسبة الهيموجلوبين الطبيعية بالنسبة لفترة الحمل هي 10. يعني لو 10 مش محتاجة أي علاج. يعني ست الحامل نسبة الهيموجلوبين الطبيعية بتاعتها اللي هي 10. اللي هي 10. احنا قلنا الطفل بيتولد ب 18 وبتقل مع السنين توصل لرقم 9 عند سن 9 سنين أو 10 سنين، وبعد كده بتبدأ تعلى تاني بتوصل عند البلوغ اللي 13. تمام. طب احنا عايزين نعرف الأنيميا دي، سمعنا أنواع كتير، أنيميا الفول وأنيميا النخاع الشوكي، يعني سمعنا أنواع كتير، عايز أعرف من حضرتك إيه هي أنواع الأنيميا؟ أنا هقول الموضوع ده بطريقة مبسطة خالص توصل لكل الناس. احنا هنقسم الأنيميا لأربع أنواع: أنيميا النقص، أنيميا النزف، أنيميا الفشل، أنيميا التكسير. أنيميا النقص يعني في عنصر من العناصر الأساسية اللي بيحتاجها الجسم في تكوين كريات الدم بيكون ناقص، زي الحديد مثلا، الحديد، حمض الفوليك، فيتامين ب12، فيتامين سي، هرمون الغدة الدرقية، البروتين، الإريثروبيوتين. تمام. أنيميا الفشل، ودي تعني فشل المصنع اللي بيصنع لي خلايا الدم في ان هو ينتج خلايا الدم، اللي هو أنيميا فشل النخاع. أنيميا النزف، ودي بتحصل بعد النزيف، سواء كان النزيف ده حاد يعني بعد عملية أو بعد حادثة، أو كان نزيف مزمن، شخص بيعاني من قرحة في المعدة أو بيعاني من بواسير، يعني نزيف مستتر أو قليل يعني. النوع اللي بعد كده أنيميا التكسير، يعني بيحصل تكسير في كريات الدم بعد ما الجسم بينتجها، ودي أنواع كتيرة، يمكن أشهرها أنيميا الفول، ومعظمها بيبقى لأسباب وراثية. عندنا أنيميا فول، عندنا السلاسيميا، عندنا السفيروسيتوزيس، عندنا أنيميا خلايا الدم المنجلية، دول كلهم في أنيميا التكسير. طب إزاي نفرق بين أنواع الأنيميا المختلفة؟ طبعا الحاجة الأساسية في التفرقة صورة الدم، إن أنا أعمل صورة الدم دي حاجة أساسية، وبعد كده ممكن أشوف تحاليل تانية. لو جاتني صورة الدم عندي نسبة الهيموجلوبين قليلة وخلايا الدم صغيرة، خلايا الدم الحمراء صغيرة، دي أنيميا نقص حديد. لو جاتني صورة الدم نسبة الهيموجلوبين قليلة وحجم الخلايا كبير، دي أنيميا خبيثة أو ميجالوبلاستيك أنيميا، ودي أنيميا نقص حمض الفوليك أو فيتامين ب12. لو جاتني صورة الدم نسبة الهيموجلوبين قليلة وحجم خلايا الدم صغير أو طبيعي وعندي زيادة في الخلايا الشبكية ريتكس، دي ممكن تكون أنيميا نزف. لو جاتني صورة الدم فيها نسبة الهيموجلوبين قليلة وخلايا الدم صورتها طبيعية أو أصغر من الحجم الطبيعي وعندي نسبة صفرة عالية وعندي نسبة الريتكس أو الخلايا الشبكية عالية، دي بتبقى أنيميا تكسير. في صورة دم بنشوف فيها نقص في كل الخلايا، سواء خلايا الدم البيضاء أو خلايا الدم الحمراء أو الصفائح الدموية، دي أنيميا فشل النخاع. طبعا بنحتاج تحاليل تانية، بس المؤشر اللي بيوجهني أعمل إيه تحاليل هي صورة الدم. طب ما إيه أنيميا الفول يا دكتور؟ أنيميا الفول دي واحدة من أنيميا التكسير، ودي بتكون ناتجة عن عدم وجود انزيم معين في الدم، دي حاجه وراثيه. بمجرد ان هو ياكل فول او ياكل حاجه من البقول او حتى يشم، يعني لو مثلا الناس بتدمس فول في البيت وشم بيحصل تكسير في خلايا الدم.
طب دي بتبقى عند سن معين مثلا وبتنتهي عند سن لا ما معين ولا بتنتهيش، ملهاش؟ هو بيعيش بيها كده. احنا بنبعد عن كل البقوليات. طب يفضل طول عمره كده بعيد عن البقوليات ما بياكلهاش؟ يعني يبقى ليه نظام غذائي معين. هنبعد عن البقول وياكل اي حاجه. طب يعني نقدر نقول ان طب ان في علاقة ما بين الانيميا وما بين الفشل الكلوي؟ انا في انيميا النقص عديت مجموعه من الحاجات، منهم الاريثروبيوتين. الاريثروبيوتين دي ماده بتفرزها الكلى. لما يبقى في فشل كلوي او في التهاب مزمن في الكلى او حاد، ممكن ياثر على افراز الماده دي، وبالتالي بتؤدي معايا الى انيميا، واحده من انيميا النقص، وبحتاج للعلاج بتاعها ان انا ادي الماده دي خارجيا، اريثروبيوتين. تقريبا كل الناس اللي بيتعالجوا من الفشل الكلوي المزمن وبيغسلوا بيعرفوا الحقن دي اللي هي بتتاخد تحت الجلد، لان هم بياخدوها باستمرار. تمام. طبعا احنا حاليا دلوقتي الفتره دي في يعني جائحه كورونا، طبعا الكورونا دي عامله ازمه عند الشعب المصري كله ايوه يعني، فعلا، ومش بس الشعب المصري، عند العالم العالم كله. كله. ودلوقتي اقل واحد عنده، سواء مش هنقول انيميا بس، اقل واحد عنده اي حاجه لو شويه بس انفلونزا عاديه، كل دلوقتي بيخافوا يقول كورونا. فانا عايز اعرف بالنسبه للانيميا دي، هل في علاقه ما بين الانيميا وما بين كورونا؟ هو الفيروس اسمه كوفيد 19 او فيروس كورونا المستجد. مستجد يعني لسه حاجه جديده، ما عندناش كل المعلومات الكافيه عنها. لكن في العموم الحالات اللي بتعاني من الانيميا، الابحاث اللي قبل كده قالت ان هي اكثر عرضه لحدوث التهابات الجهاز التنفسي، وبالتالي فهو اكثر عرضه لحدوث عدوى كوفيد 19. تمام. طب ممكن اعرف ايه اشهر انواع الانيميا واكثرها انتشارا؟ أشهر أنواع على مستوى العالم مش في مصر بس، أنيميا نقص الحديد. هي دي اللي هي بيعاني دي منها المشكلة، الشعب عشان كله. كده في دماغ كل الناس إنه أنيميا يعني نقص حديد، لأن هي فعلا أكثر انتشارا. طب هي بالنسبة للأشخاص اللي بيعاني من نحافة أكتر ولا من السمنة، ولا هي عامة مع الكل؟ لا هي عامة يعني ممكن واحد يجيني سمين وعنده أنيميا، وممكن واحد نحيف وما عندوش. يعني هو ملهاش دعوة بالتخين ولا لا لا الرفيع ولا ملهاش الكلام علاقة ده. بين السمنة أو النحافة. طب بالنسبة للرجيم، في ناس بتعمل رجيم كتير، طب هل ده بيبقى له علاقة بالأنيميا؟ هو طبعا بسبب نمط الغذاء الغربي اللي هو فاست فود ومشروبات غازية كتير، ممكن تحصل سمنة. بعض الناس بيلجأ إن هو يخسس نفسه بطرق الرجيم القاسي بدون محتوى علمي، وبالتالي هو بيفقد عناصر كتير، فممكن يحصل معاه أنيميا. نمط الغذاء الصحي طبقا لجامعة هارفارد كانت حاطه نمط غذاء للوجبة الغذائية، وصراحة أثبت فوائد كتير، إن هو بينزل الوزن وفي نفس الوقت بيحافظ على كل العناصر في الجسم. إن أنا بقسم الوجبة الغذائية لثلاث حاجات: نص الوجبة خضار وفاكهة، ربع الوجبة بروتين، سواء كان البروتين ده بيض أو ألبان أو لحوم أو أسماك أو طيور، وربع الوجبة حبوب كاملة. حبوب الكاملة اللي هي الشوفان، البرغل، الفريك، الخبز الأسمر بتاعنا اللي هو فيه الردة. لو أنا وهبعد عن السكر طبعا، لأن السكر بيصنف خطر في النمط الغذائي ده. لو أنا مشيت بالطريقة دي بلاقي وزني بينزل بطريقة كويسة، وفي نفس الوقت ما بيحصلش نقص في العناصر الأساسية، وبالتالي ما بيحصلش عندي أنيميا أو أي مشكلات غذائية. تمام. احنا كنا اتكلمنا دكتور على اني سألت حضرتك، قلت لك اكثر الانواع انتشارا، قلت لي انيميا نقص الحديد. طيب ازاي اعرف ان انا عندي، او ايه اسباب نقص الحديد وازاي اعالجها؟ هو طبعا برضو في دماغ كل الناس انه ممكن تكون انيميا نقص الحديد سببها ان انا ما باكلش حاجات فيها حديد. لا هو الموضوع ما باكلش كويس، هو يعني دي حاجه من حاجات كتير. اشهر حاجه النزيف، سواء كان النزيف ده حاد بعد عمليه او بعد حادثه، او كان نزيف مزمن على فترات طويله، وده اشهره الاصابه بالطفيليات المعويه زي الانكليستوما، ودي تقريبا ربع سكان العالم مصاب بيها. دي بتتغذى على الدم من جدار الامعاء بكميات صغيره جدا على فترات طويله جدا، يبدا يحصل يعني على سنه على سنتين ممكن يحصل معاها انيميا نقص الحديد. في عندنا كمان الاصابه بقرحه المعده او بالبواسير، ده ممكن يفرز، ممكن ينزف 2 سم او 3 سم او 5 سم في اليوم، كميه قليله جدا.
هو لا يلقي لها بال، لكن مع طول الفترة بتعمل أنيميا نقص الحديد. هو المشكلة هنا مش في الكمية، المشكلة فيما يحتويه هذا الدم من عنصر الحديد. في عندنا سبب كمان اللي هو نقص حمض الهيدروكلوريك في المعدة. المعدة بتفرز الحمض ده اللي هو بيحول الحديد الممتص من الفرك إلى الفرس. لو في عندي مشكلة في المعدة، في نقص في الإفراز بتاع الحامض المعدي، في عندي الناس اللي هم بيشكوا بالتهابات مزمنة وبيضطر ياخد مضادات حموضة وأخد معها عنصر الحديد، ده الامتصاص بتاعه بالتالي بيكون قليل. تمام. طب في ناس يا دكتور بتحس بدوخة طبعا، وبعد التحاليل يعني مثلا أنا كشخص أعرف إزاي إن أنا عندي أنيميا؟ وممكن لا يبقى عندي دوخه، احنا عارفين مثلا ممكن الدوخه تبقى من اعراض الانيميا. تمام. طيب انا ممكن يبقى نسبه الهيموجلوبين عندي قليله، بس برضو مش يعني طبيعيه وعايشه حياتي طبيعيه عادي، ولا في دوخه ولا في كلام، ازاي اعرف ان انا عندي انيميا؟ هو ممكن يكون فعلا نسبه الهيموجلوبين قليله وانا بعاني من انيميا ومع ذلك ما عنديش اعراض، وممكن تمام. العكس تكون نسبه الهيموجلوبين عندي طبيعية ومع ذلك بعاني من أعراض. الحكاية هنا فين؟ الحكاية هنا في سرعة النزول. يعني واحد هيموجلوبين بتاعه 15 ودخل عملية، بعد العملية نزف، فبقي الهيموجلوبين بتاعه 11، نزف أو فقد 4 جرام في ساعة أو في ساعتين اللي هم مدة العملية، ده بيحس بالأعراض بشدة. واحد تاني فلاح من الناس اللي هم بيشتغلوا كل يوم في الزرع وكده، ممكن يكون مصاب بانكليستوما. الانكليستوما دي ممكن على مدى فتره طويله جدا، يعني مثلا على مدى سنتين وصل الهيموجلوبين بتاعه 7، لانه وصل في فتره طويله جدا، فده ما بيخليش عنده اعراض بالرغم ان عنده نقص في الهيموجلوبين. في حاجه تانية كمان، ان انا ممكن يكون عندي نسبه الهيموجلوبين بتاعتي طبيعيه وعندي انيميا بسبب نقص في الحديد في مخازن الحديد. المفروض انا لما بيجيني مريض وببدا وبشخصه ان هو انيميا نقص حديد وببدا اعالجه، وصلت للهيموجلوبين بتاعه للنسبه الطبيعيه اللي هي 12 او 13، المفروض بدي علاج لمده شهرين كمان علشان اكمل مخازن الحديد اللي موجوده في الجسم. يعني ممكن تكون نسبتي طبيعيه وبسبب نقص مخزن الحديد الموجوده في الجسم بتظهر عندي الاعراض بتاعه الانيميا. طب هل ممكن المريض يبقى عنده انيميا حاده لدرجه ان هو يغمى عليه مره واثنين وثلاثه؟ طبعا. يعني الانيميا الحاده بتؤدي ان هو يغمى عليه مره واثنين وثلاثه؟ من ضمن الاعراض، هو طبعا الاعراض بتاعه الانيميا كتير. في اعراض خاصه بالجهاز العصبي، بيبقى عنده دوخه او صداع او اغماءات متكرره. طبعا انا لو جاتني حاله زي كده ببدا افكر في انه بعمل صوره دم، المفروض صوره الدم دي حاجه روتينيه دي أساسية يعني. بتتعمل عند كل كشف. وطبعا لو دخلنا احنا في موضوع الاعراض كده، ممكن نقول في برضو ضعف في القوه البدنيه عند مريض الانيميا، في طب ما هي ممكن برضو صوره الدم دي يكون طبيعيه ومع ذلك المريض عنده انيميا. ما احنا لسه كنا بنقول انا لو شكيت ببدا اعمل تحاليل التانيه بقى، اللي هي يعني لو مثلا انا صوره الدم كويسه وانا شاكك ان انا عندي انيميا وفي اعراض ليها، فبعمل تحاليل تانية. زي تمام. طيب هل في ارتباط ما بين الجهاز العصبي والانيميا؟ احنا لسه قايلين دلوقتي انه من ضمن الاعراض اللي بتسببها الانيميا اللي هي اعراض الجهاز العصبي، ممكن يكون عندي صداع، ممكن يكون عندي دوخه، ممكن يكون عندي اغماء متكرر. في حاجه كمان، لو انا بعاني او مريض بيعاني من انيميا نقص فيتامين بي 12، احنا بنسميها الانيميا الخبيثه، نقص فيتامين بي 12 بيعمل كل الاعراض بتاعت الانيميا اللي هي الدوخه والنهجان والشحوب وكل حاجه، زياده عليها ان هو بيأثر على الجهاز العصبي، بيعمل عندي التهاب في الاعصاب الطرفيه، بيعمل متلازمه مرضيه اسمها سب اكيوت ديجنريشن. سب اكيوت ديجنريشن ده بيحصل مشاكل في الحبل الشوكي وفي البيراميدال تراكت، او اللي احنا بنسميها الجهاز العصبي الهرمي اللي هو مسؤول عن الحركه وعن الاحساس العميق. يعني بلاقي ايه الحركه بتاعته ابتدت تضعف، ابتدى يحصل تنميل في الاطراف، ابتدى يحصل ضعف في القوه البدنيه بالنسبه للاطراف. يعني نقص فيتامين بي 12 هو اللي بيسبب الموضوع ده، او انيميا الخبيثه اللي هو بيسببها نقص فيتامين بي 12. تمام.
طب دايما كانوا بيقولوا لما يكون حد عنده انيميا يقول لك كل سبانخ، اشرب عسل، مش عارف الحاجات اللي هي كل بتنجان الحاجات دي، هل فعلا احنا عارفين ان السبانخ مثلا فيها حديد كتير، غنية بالحديد، هل ايه دورها او ايه ارتباطها بالانيميا بالظبط؟ وطبعا السبانخ من الحاجات المفيده جدا، وبتحتوي على نسبه عاليه جدا من الحديد، لكن للاسف ملهاش اي قيمه. ملهاش اي قيمه لانه حتى مع وجود نسبه الحديد العاليه اللي فيها، موجود فيها ماده اسمها فايتات بتمنع امتصاص الحديد. وفي العموم يعني هي رغم ان يعني مفيده ضد بعض يعني، يعني هي فيها نسبه حديد لكن في نفس الوقت ما بقدرش امتصها. في العموم امتصاص الجسم من الحديد ضعيف جدا في المصادر النباتيه. لازم مصدر حيواني، الكبده، اللحوم، الطحال. طب ايه اللي هي الفاكهه والاكل اللي ممكن يرفع الحديد في جسم الانسان؟ هو ولا هو ده كلام كده؟ هو الكبده والطحال واللحوم في العموم. العسل والحاجات دي احنا لسه بنقول انه امتصاص الحديد من المصادر النباتيه امتصاص ضعيف جدا. تمام. طب احنا عايزين عارفين ان القلب هو اللي بيضخ طبعا الدم في الجسم كله، طب الانيميا بيبقى لها تاثير على القلب اكيد طبعا لما بيحصل فقر دم طبعا؟ اكيد طبعا. اولا ممكن يحصل معايا خفقان، يعني سرعه في ضربات القلب. ممكن يحصل عندي ازمات قلبيه، يعني بيحصل قصور نسبي في الدوره التاجيه، الدم اللي رايح للعضله بتاعه القلب نسبه الهيموجلوبين بتاعته ضعيفه، نسبه الاكسجين اللي بيحملها ضعيفه، فبالتالي ممكن يعمل عندي الم في الصدر او ازمه قلبيه. في بعض الحالات من شده الانيميا بتوصل انه يعمل معاها فشل في عضله القلب. تمام. طيب وبرده ممكن تكون الانيميا سبب في ضيق التنفس ده صح؟ الهيموجلوبين اللي هو مكون اساسي في كريات الدم الحمراء هو المسؤول ان هو يحمل جزيئات الاكسجين الى كل اجزاء الجسم. بس في انا حد بعت لي على رسالة الصفحه برضو لما عارف ان حضرتك معايا، عايز اسالك، هو دايما بيحس بضيق في التنفس على طول وصداع شديد ودوخه، بيقول انا باكل كتير، الاكل باكل زي الفل وباكل كتير، بشرب عسل كتير، فقال لما كشفت فقال انيميا، قال ازاي انا انيميا وانا بشرب ده كله، فقال لي ان انا اسالك السؤال ده. احنا لسه كنا بنقول ممكن تكون في مشكله في المعده، يعني لو انا عندي نقص او مشكله في المعده ممكن امتصاص الحديد يكون ضعيف. برضو لازم اعمل صوره دم علشان اشوف بفرض ان هو عنده انيميا، انيميا ايه؟ انيميا يعني نقص حديد. هو ده قال ان هو ما بيشتكيش من اي اعراض خالص، وهو ده عمل تحاليل كامله وفحوصات كامله، بس ما فيش اي حاجه غير الانيميا نقص الحديد. طيب لو بس انا بعمل انيميا نقص الحديد، المفروض ان انا بشوف مخزن الحديد اللي عندي، بشوف درجه تشبع الحديد في الجسم، وبحدد النسبه عاليه او منخفضه. لو النسبه عاليه يعني عندي نسبه الهيموجلوبين قليله جدا، يعني 7 8 9، انا ممكن ادي في الحاله دي حقن، ودي ممكن تكون وريد وممكن تكون عضل. لو اعلى من كده انا بتجه للتغذيه وبضيف عليهم اقراص حديد وبتابع على مدى شهور لغايه لما اوصل للنسبه الطبيعيه، سواء في نسبه الهيموجلوبين او سواء في مخازن الحديد اللي عندي. الاهم من علاج الانيميا ان انا اعالج السبب، اشوف سبب الانيميا وصلت لي ازاي. هل هو انيميا نقص الحديد دي حصلت لي بسبب نزيف؟ هل بعاني من طفيليات؟ الطفيليات بالمناسبه في صوره الدم هلاقي في زياده في خليه الايزينوفيل او بنسميها ايزينوفيليا. هل بسبب ان انا مثلا عندي قرحه في المعده، عندي بواسير، عندي حاجه بتنزف مني دم قليل على فترات طويله، في مشاكل في اللثه وفي الاسنان وانا كل بغسل اسناني كل يوم فبتنزف معايا؟ بشوف السبب، بعالج السبب زي ما انا بعالج المشكله. تمام. لكن لو انا عالجت المشكله نفسها، يعني اديت له اقراص حديد هيرفع من غير ما اعرف السبب وهيحصل معايا ايه؟ هيحصل معايا انيميا متواتره، يعني هتخف وترجع وتخف وترجع. وده بيحصل كتير خالص في السيدات بسبب الدوره الشهريه، يعني ممكن تكون الدوره الشهريه بتاعتها يومين بس غزيره، دي بتسبب انيميا نقص الحديد. ممكن تكون 7 ايام او 8 ايام وقليله، لكن الفتره الطويله دي ممكن تسبب عندي انيميا نقص الحديد. اعالج المشكله الاساسيه زي ما انا بعالج السبب. تمام. طيب ممكن بالنسبه للناس اللي عندهم انيميا حاده، ده بيسبب لهم مشاكل لما بيلعبوا رياضه؟ اكيد طبعا. لسه بنقول من ضمن الاعراض ضعف في القوه البدنيه ونهجان. نهجان ده بسبب
الهيموجلوبين هو اللي بيحمل جزيئات الاكسجين وبالتالي فبيحصل المشكله دي. ممكن يحصل عنده سرعه في ضربات القلب لاقل مجهود، لو طلع سلم دور اول يعني ممكن هو ينهى. اي حد مثلا عنده انيميا حضرتك تنصحه ان هو ما يلعبش رياضه ولا يعالج الاول وبعدين يعالج؟ يلعب. يعالج طبعا. طيب السؤال ده مهم عند الشعب كله بقى مش عند واحد بس، الشاي. الشاي ده المشروب الاساسي والمفضل لدى الشعب المصري يعني، والمفضل الشعب عندنا، بس انا ممكن بكون بشرب قهوه وشاي. الشاي من المشروبات الجميله جدا، مفيده، بس دايما لما مضاده بيكون للاكسده. حد عنده انيميا بلاش تشرب شاي بلاش. هل فعلا الشاي بيعمل انيميا؟ ممكن بيقلل من امتصاص او بيمنع امتصاص الحديد. احنا قلنا امتصاص الحديد من المصادر الحيوانيه هو الافضل، يعني من اللحوم او الطيور او الاسماك او الكبده او الحاجات دي. الشاي حتى كوبايه طب في اليوم ده. لا انا مش بقول له ما يشربش. لا انا مش عايزك تقول كده عشان بس في ناس بتسمعني ماما ممكن هتمنعها خالص عني. لا انا بقول له اشرب شاي بعيد عن الوجبات بتاعتك، لانه تفاعل الشاي مع جزيئات البروتين اللي هي بتحمل الحديد بيخلي الجزيء ده اكبر من حجم الخمله اللي بيمتصها اللي بتمتصها. يعني مثلا بعد قد ايه من الوقت ممكن ساعتين من الاكل؟ ساعتين. ساعتين؟ اه لا ده كتير، ده كتير، ده لما اخلص الاكل بعد الشاي. طيب في طبعا ناس كتير بتاخد مضادات حيويه عمال على بطال، لو حس بصداع بياخد مضاد حيوي، لو حس بشويه رشح بس كده ولا انفلونزا بيجري ياخد مضاد حيوي. دي صراحه من ضمن المصايب اللي احنا بتولينا بيها، انه ممكن اي حد يروح الصيدليه ويصرف مضاد حيوي بدون وصفه طبيه. المضادات الحيويه ده في ناس بتاخد يعني بطريقه بكميه رهيبه يعني. ممكن تاخد مضاد حيوي اصلا لسبب مش محتاج مضاد حيوي. المضاد الحيوي ممكن عندنا مشكلتين فيه. مشكله ان انا لو استخدمت المضادات الحيويه لفترات طويله بقتل البكتيريا النافعه اللي موجوده في الامعاء، وبالتالي بضعف امتصاص الجسم من فيتامين بي 12 وبدخل في انيميا الخبيثه او انيميا نقص فيتامين بي 12 اللي قلنا بتعمل مشاكل في الجهاز العصبي. المشاكل اللي بتحصل في الجهاز العصبي من الانيميا الخبيثه بعد ما بتحصل صعب ان انا اعالجها. بالمناسبه يعني فيتامين بي 12 انا باخده من مصدرين، مصدر حيواني اللي هو في الاكل اللحوم فقط، المصدر بكتيري اللي هو من البكتيريا النافعه اللي موجوده عندي في الامعاء. استخدام المضادات الحيوية لفترة طويلة بيقتل البكتيريا النافعة دي، وبالتالي بيضعف امتصاص فيتامين بي 12. في مشكلة تانية بتعملها المضادات الحيوية، انه بعض الناس بيكون عنده حساسية من مضاد معين فممكن يعمل عنده انيميا فشل النخاع. تمام. طب في سؤال يا دكتور بيسأله لك احد المشاهدين يعني. السؤال بيقول هل النحافة بتبقى سبب قوي جدا في موضوع الانيميا؟ لسه كنت بقول ان ممكن يكون نحيف ومع ذلك لا يعاني من الانيميا. الفيصل عندي صوره الدم، يعني صوره الدم هي اللي بتبين هي الفيصل. يعني هي بتديني مؤشر ان انا تخين او رفيع يعني. اصل ممكن سبب نحافه اسباب كتير يعني، ممكن لو ضعف شهيه، لو زياده في افراز هرمون الغده الدرقيه، في بعض الناس بيكون عندها اسباب وراثيه كده. تمام. طيب كنت عايزه حضرتك تقدم نصايح للمشاهدين بخصوص موضوع الانيميا، سواء في الاكل سواء في الشرب سواء في تعاملاتهم اليوميه عشان يتجنبوا موضوع الانيميا. هنقول شويه نصايح كده. بالنسبه للطفيليات احنا قلنا في جزء طفيل الانكليستوما ممكن يسبب عندي انيميا نقص الحديد بسبب ان هو بيمتص جزء من الدم على فترات طويله. علشان كده يعني نحافظ على قدر الامكان على النظافه الشخصيه، على غسيل الخضروات والفواكه كويس. انا بميل اكتر الحاجات الخضروات او الفواكه، خلينا في الفواكه عشان بس حتى اطفالنا الصغيرين. لا انا لسه بقول لحضرتك انا ما كررتها كذا مره يعني. المصادر النباتيه للحديد ضعيفه. فيتامين بي 12 مصدره حيواني فقط. ممكن تكون الخضروات مصدر لحمض الفوليك برضو. في نقص حمض الفوليك ممكن يسبب عندي انيميا. انا بميل للنمط الغذائي الصحي اللي هي كانت نزلته جامعه هارفارد، اللي انا قلت عليه ان انا نص الوجبه بتاعي خضار وفاكهه والربع بروتين والربع حبوب كامله. من الانماط الجميله جدا وبتحسن من اداء الجسم
والناس اللي بيعانوا من السمنه هيرتاحوا عليها وهتنزل الوزن، لكن طبعا ايه صفر سكر. تمام يا دكتور، انا بشكر حضرتك جدا على لقائك المتميز النهارده، ويا رب ان شاء الله باذن الله تتكرر حلقات كتير ان شاء الله جايه. وطبعا هنروح لفاصل، بس برضو معانا الدكتور هيفضل معانا، هنحتفل بالسنه الجديده مع بعض بفريق الاعداد، والدكتور هيكون موجود معانا، وكمان في مفاجاه تاني برضو معانا. فرصه نروح لفاصل ونرجع لكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وطبعا مش راجع بقى لوحدي، رجعوا معايا ضيف جديد معايا منورني النهارده. طبعا احنا بنقول وراء كل رجل عظيم امراه، وعشان كده عايزه، انا كنت عندي فضول اعرف مين اللي ورا الدكتور ابراهيم رشدي. رحب بالدكتوره ولاء حسن، معيده بكليه التمريض. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتينا النهارده. ميرسي، انا اللي متشرفه بحضرتك. انا بصي، انا بصي عشان ست زيك فانا هدعمك بالطريقه. حبيبتي ربنا يخليك. اولا انا اللي بشكرك على الاستضافه الجميله قوي دي. ربنا يخليك. وبرده بشكر القناه وبشكر المشاهدين ان هم بيتابعونا. برده بشكر الدكتور ابراهيم ان هو في حياتي. وفعلا وراء كل رجل عظيم امراه، وبرده وراء كل ست يعني في الحياه كويسه وقادره ان هي تكمل حياتها رجل عظيم. أكيد والله طبعاً. أكيد فعلا طبعاً. ما الاثنين بيكملوا بعض. طبعا طبعا اكيد لازم. واهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، سنة سعيده يا رب عليك وكل سنه وحضرتك طيبه. واتمنى لك الخير كله يا رب. انتوا الدكتور ابراهيم نورتونا النهارده، وانا مبسوطه، ومبسوطه كمان ان نهايه حلقه برنامج ساعه مع جهاد الموسم الاول هتكون مع حضراتكم. طبعا حاجه تشرفني ان شاء الله. طبعا بيقولوا لي التورته جاهزه. تمام. هنرحب بيهم ان شاء الله. الاحتفاليه هتكونوا معانا النهارده، ويا رب يكون موسم الاحتفال لينا احنا فعلا، ده احنا اللي مبسوطين مع حضرتك والقناه كمان. نورنا. اكلها لوحدي طب دي ولا ايه؟ اتفضل. استاذ كريم. استاذ وليد فين؟ تعالى تعالى. ماشي اتفضل. طب ماشي كلنا. ما شاء الله. الاستاذ كريم طبعا الاساس في البرنامج. هضرب بيها مين دي ولا ايه؟ الاستاذ كريم طبعا يعني ده من اساس نجاح البرنامج بتاعي، وبقدم له كل الشكر والتقدير، لان هو بجد تعب معايا في البرنامج، ولحد ما وصلني ان انا يعني اقدر اثبت نفسي في مكاني، والحمد لله رب العالمين. وبقول له كل سنه وانت طيب وسنه سعيد عليك يا رب. سياده المخرج بقى، مخرجنا العظيم استاذ وليد، اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب وسنه سعيد عليك يا رب. الاستاذ محمد الشاهد اللي مش راضي يطلع على الهوا يعني، مدير الاستديو، بقول له كل سنه وهو طيب. والله طب ما فيش تورته برضه. الاستاذ عبد الله الشريف مدير التسويق، كل سنه وحضرتك طيب وغلبتنا، ده العريس الجديد بتاع البرنامج وغلبنا في البرنامج. بص صيادتك على الهواء، كل سنه وانت طيب. والاستاذه سهيله برضو، بس هي مش موجوده معانا النهارده، بقول لها كل سنه وانت طيبه. قبل ده كله طبعا انا حابه اوجه شكر واوجه تحيه لزوجي، لان هو السند، هو اللي دعمني. ودايما بنقول وراء كل رجل عظيم امراه، انا بقى بخلفها وراء كل ست عظيمه وست ناجحه في مجالها رجل. فهو بصراحه واقف معايا، وبقول له كل سنه وانت طيب، ويا رب يديمك نعمه في حياتي. وكل سنه وانت طيب يا بابا، وكل سنه وانت طيبه يا ماما، واولادي كل سنه وهم طيبين، وحماتي كلهم يا رب، عيلتي كلها عشان مزاجي. وانا زيك بدعم المرأة، اهلي كلهم كل سنه وانت طيبين، بابا وماما وحماتي واهلي واخويا وكل الدنيا كل سنه وانت طيبه يا رب. سنه سعيده. مقطع التورته ولا ايه؟ طب خلاص كلنا مع بعض بقى. عشان يلا بينا. انا هحط ايدي على ست المخرج بقى. اتفضل امسك امسكها بقى. ده كل سنه وانتم طيبين. وبكده نكون انهينا حلقتنا، وننتظروا ان شاء الله باذن الله في موسم اقوى وافضل. سنه جديده يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله الساعه 7 مساء. السلام عليكم. وعليكم السلام.